يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس والتي ستعقد يوم غد الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ أن المادة 353 من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملائمة للمرأة من هذه الجريمة. هذا وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين قد اتخذت مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، وعلى رأس تلك المبادرات الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة تحقيقا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.